شوفوا مع مين التقيت. المهم خلوني لما اروح للبيت راح اقول لكم شو هالشيء. Hello. Hello. 안녕하세요. You need to laugh. You're cute laugh. Oh. No. The last time, the first time when we met. Come on. I know things have changed. So tired. This one. Oh, can you get me? This one. Okay. Yeah, I'm not a good actor. I'm all real. Yeah, is you did a great here? Job. Yeah, the camera is here. Right there. Yeah. Hey. So how you doing today? You enjoying yourself? Yeah, I'm enjoying the show. This is my first time here in jazz. I'm enjoying it so far. Yeah, like I need to learn drums. I heard you're teaching drums. Yes, I do. I teach. I need to learn it. It looks like you can play. I don't play. You should try that. You should try that. Okay, I will try. 180,000. المهم الحفل خلص وانا ضليت معاهم للاخير. هو جالس عم يلم هدومه. Oh my god. You can do it. It's all fun until you have to take it apart. المسكين هو جالس عم يلم هدومه مشان يروح للبيت. الحين الساعة 10 ليل وانا مستنى التاكسي تبعي مشان اروح كمان للبيت. وما اكلت العشاء، اكلت فقط الغداء، وفي الغداء اكلت فقط سلطة. راح اموت من الجوع، راح اموت من الجوع. وشوفوا هذاك. يا ريكي. It's funny when I think about it. Not funny when it's funny when you're a 6-year-old kid. Did you see? Not funny. You can say something. Yeah, good job. ميسو. المهم انا اول مره اسمع على موسيقى الجاز وهيك. انا بعرف انه في كتير منكم ما راح يحبوا الموسيقى، لانه انا كمان يعني دائما لما كنت بسمع كلمه جاز كنت دائما بظن انه الموسيقى راح تكون ممله وهيك. بس انا اليوم عجبتني الصراحه، انا اليوم عجبني الستايل، عجبني وهيك وهيك. كل بشويش عليك، كل بشويش راح تموتني من الخوف. المهم فالمهم ما علينا. وكانت الحفلة وهيك كانت كتير كيوت. والحين وصلت للبيت. أخرت عليك اليوم؟ زعلان مني؟ شوفوا زعلان مني. هو بزعلان مني إني أنا اليوم ما جيت للبيت؟ زعلان مني عمري؟ زعلان مني كتير؟ شوفوا زعلان مني. ليش زعلان مني؟ ليش زعلان؟ هو بلي زعلان مني؟ أرس. شو؟ لا الجلسة لما بيجلس بيقتلني. شو ميسو. شوفوا هالمقهى تقليدي كتير جميل.
شوفوا الداخل تبع المقهى، الداخل تبع المقهى كتير حلو مثل ايام زمان. لنجلس. الباب القديم، شو هذا؟ وشوفوا العصائر كتير حلوة. هذا تبعي أنا، الشوكولاتة. رح أدخن صراحة حبايبي، أنا ندمت لأني اختاريت هذا العصير، أظن أنه راح يكون كتير طعمه كتير حلو، كتير كتير حلو. يا ربي ما راح أقدر أني أكله، لو أخذت هذا كان أحسن. كيوي ميزو. وهون في الش... في في ال... في ال... في ال... في ال... في الشارع، لا مو الشارع، شو بيقولوا هاي؟ المهم ما علينا. هون يعني ال يعني مثل القديم الزمان. شوفوا المبنى او المقهى مصنوع مثل قديم الزمان، كتير عجبني. انا حبيت المكان. شوفوا او ماي جاد، حبيت المكان والجو كتير جميل. يا ربي في هالمقهى جنب بيتي، انا ليش ما عرفت هالمقهى جنب بيتي يا ناس؟ شوفوا انا ايش لابسه فقط هيك وجيت لها. المره الجايه راح البس كتير حلو، اتصور فيها كتير، انزل على الانستغرام. المقهى عجبتني. تعرفون انا كل احد بعلم صديقي انجليزي، هو وزوجته، فاحنا اجينا هنا مشان احنا اجينا لهذا المقهى مشان اعلمهم انجليزي. يا ربي وجهي كتير مبين تعبان. المهم فاحنا اجينا لهي المقهى مشان اعلمهم انجليزي، كانوا دائما بيجون على البيت تبعي، فانا اليوم خبرتهم خلونا نطلع ويعني نغير جو هيك مشان اعلمكم انجليزي. المقهى كتير حلو يا ربي، والجو كتير حلو. فهم هون، المهم علينا. ميزو let's do it again. هو بيعمل ده. Good job. Who be kiss? Oh, thank you. Who be kiss? Anja. Kiss. Oh, thank you. 간식 잘했어. 간식 줄게. 일로 와. Okay. Oh my God! Wow!